والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم dear brother in Islam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk. Faghfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونصلي ونسلم ونبارك على نبي الرحمة وعلى آله آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الصابرين الطيبين المجاهدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dear brother in Islam, today inshallah نحاول في دقائق معدودة أن نطوف في محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. The love of the companion of رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم كيف نحبهم. لأن الإنسان إن أراد أن يحب شيئا أو يحب فردا عليه أن يتعرف عليها أولا. So we need to love the companion of Rasulullah. We learn how you love the companion. Because when you need to act like someone, you have to know him first. And if you need to love him, you have to know him more and more, inshallah. So we try, inshallah, as best we can. We come close to Sahabat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala hadrat nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Rasul Kareem صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول. ويقولون إن أسلافنا ولدوا وهم ينظرون إلى السماء فتعلقت أنظارهم بفوق بالعلياء. لما ولدوا وينظرون إلى السماء. The people this before the blessing people when he came this life delivery the mother delivery those people was looking in the top. That's why you have dignity. وأن هؤلاء ولدوا ينظرون إلى أسفل أو إلى الأرض فلا يرون إلا أشراك النعال ومواضع الأقدام. The another people after that, when he delivered, the mother delivered, he was looking down. The only thing he see the shoes and the feet. So we need to talk today about the people you're looking in the sky. You're looking high. You have dignity. They have fingerprint. زي ما احنا بقول بالعربي بصمة على أثر التاريخ الإسلامي. الأصالة, dear brother in Islam, الأصالة, when you be golden source. ليه بيقولوا دايما الذهب معدن غالي؟ لأنه أصيل. في بعض الناس تجدهم رجال وهي منهم أنصاف رجال. وفي منهم أرباع وما في منهم مش رجال خالص يعني يسمون بالرجال لكن انظر للصلابة للأصالة لو نظرنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الجيل الذهبي. This is the real generation you call golden generation. الأصالة the roots is very strong from the mother and the father. When you study the history of the Islam you find most of Sahaba of the wife of Rasulullah زي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها تنتسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الجد الخامس في الجد الرابع and this the generation you meet each other with the grandfather number 4 number 5 so all together in one strong tree and strong roots أصالة الإنسان تبدو في المواقف في التعامل كل ابن آدم خطاء لابد ان احنا نخطئ ولكن أصالتك هي اللي تبينك في المواقف هل انت أصيل ام غير ذلك النهارده بنتكلم على اصل الاصاله وهم صحابه رسول الله هم العدول رضي الله عنهم وارضاهم الحقيقه هنحاول نتطرق ان شاء الله today or tonight we try ان شاء الله to talk in as much the time ان شاء الله يبي ان شاء الله enough عبد الله بن مسعود سعد بن معاذ جليبيب we talk about جليبيب before and ويس القرني. If you have time, inshallah, we talk. If not, we complete, inshallah, next time. خلينا نتكلم النهاردة ونبدأ بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الكنية بتاعت عبد الله بن مسعود. حد يعرف كنيته إيه؟ الكنية, nickname. عبد الله بن مسعود companion of رسول الله صلى الله عليه وسلم. Do you know the nickname of عبد الله بن مسعود? ابن أم عبد. This is a nickname. كانت أمه اسمها أم عبد. هو يقول ابن أم عبد. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بها أو قاله أو ناداه بها ما كننا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هو وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكانوا دايما يمشوا الثلاثة محتضنين يعني ذراعهم في ذراع بعض عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق أن رسول الله in the middle right hand side أبو بكر الصديق left hand side عمر بن الخطاب وذراعتهم مع بعضهم يعني زي ما احنا بنقول انجاجي كده مش في أمريكا أمريكا يقول لك لا دول لكن احنا بنتكلم على الدول الإسلامية ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي يا أخوان هكذا رسول الله مع صحابته هكذا نموت وهكذا نبعث وهكذا ندخل الجنة يوم القيامة أو مشيوا مع بعض دايما مع بعض والنهاردة هم في وضع الوفاة مع بعض رسول الله said this is our position in the life And when you die, and when you come back and enter the paradise, the same thing. Rasulullah in the middle, Abu Bakr and Umar. وفي حديث آخر, حديث صحيح, يقول لي وزيران. Rasulullah, he have two ministers. لي وزيران في السماء ووزيران في الأرض. أما في السماء فجبريل وميكائيل. وأما إسرافيل. وأما في الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. حتى أن سيدنا أبو بكر الصديق إن شاء الله صديق الأمة يا إخوان. So رسول الله said they have two ministers in the sky and two ministers in the earth. In the earth أبو بكر صديق and عمر بن الخطاب. In the sky جبريل and ميكائيل. There's two ministers for رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول عمر بن الخطاب ليتني شعرة في صدر أبو بكر الصديق. I hope I be one hair. In the chest of Abu Bakr al-Siddiq عشان يضمن الجنة 100% سيدنا عمر يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم This is Abu Bakr al-Siddiq خلي بالكم يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل يوما جاءني جبريل يوما فقلت له يا جبريل حدثني عن فضائل عمر بن الخطاب Talking to me جبريل Angel جبريل about the bounty of عمر بن الخطاب فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تحدثت معك بعمر نوح عن فضائل أبو بكر عمر بن الخطاب ما كفى يعني الوقت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الوقت اللي هيتكلم فيه جبريل عليه السلام مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن فضائل عمر بن الخطاب بعمر سيدنا نوح ما كفى It's not enough the life of Prophet نوح to talk جبريل عليه السلام you talk with رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عمر بن الخطاب لحسنة من حسنات أبو بكر الصديق شوف عمر بن الخطاب the bounty of عمر بن الخطاب this is the one reward in the scale of أبو بكر الصديق عشان كده كان يقول أتمنى أن أكون شعرة في صدر أبو بكر الصديق Dear brother in Islam today we like I said إن شاء الله نطوف في محراب محبة الصحابة العدول الذي جعله المولى عز وجل الفضل أن يصل إلينا الدين كاملاً The deen came to us completely
Because the Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam working hard. فضل الصحابة, dear brother in Islam, على الأمة المحمدية, تعبوا وعملوا وجاهدوا واستشهدوا وبلغوا لنا الدين كاملا. سبحان الله. So this is a companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You're working hard and you're making jihad, and some of those have got shahada until the deen came to us. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. عبد الله بن مسعود ابن أم عبد كان دقيق الجسد. His body is very weak, يعني very skinny. And his money is very weak also. Poor man. ولكن إيمان very strong. At the face very strong. Young man. سبحان الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عائدين في الصحراء من دعوة. رايحين يعملوا دعوة. He went to the, in the desert to make دعوة. And when he came back, صلى الله عليه وسلم, with أبو بكر الصديق, he feel thirsty. شعر بالعطش. فوجد غلام راعي أغنام. He found sheeper, young man sheeper. فسأله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه, ألديك يعني لبن, ولا لبن أو حليب؟ Do you have a milk? قال نعم ولكني مؤتمن. Yes, I have milk, but I'm honest. I'm not the owner. I'm just sheeper working here. I'm not the owner. I cannot give you. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألديك شاه لم يعتليها الفحل أو لم يقربها الفحل؟ Virgin, يعني. Do you have any small sheep or goat but still virgin? He says yes. He said give it to me. قربها إلي. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على the navels, he touched the navels and he making دعاء. وإذا بالضرع يمتلئ. The place of the milk starts swallowed, filled up. Until Abu Bakr رضي الله عنه وأرضاه, he take the milk outside, he filled it up. رسول الله صلى الله عليه وسلم, he drink, Abu Bakr drink, and the young man, the sheeber, وعليكم السلام ورحمة الله, drink. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للضرع أقلص فقلص. Back up. So the place of the milk back up looks like nothing happened. فلما رأى هذا الغلام وهو عبد الله بن مسعود, لما رأى هذا المنظر سأل أبو بكر, لأن سيدنا أبو بكر كان معروف كتاجر. Most of the trial you know أبو بكر because he's a businessman, commercial, you go everywhere. But these people who don't know رسول الله, you never see him before. فقال من هذا؟ Who's this man? He making miracle, something he never happened. من هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد عبد الله بن مسعود الغلام الراعي الفقير المتواضع البنية بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا جعلها هداية لسيدنا عبد الله بن مسعود أن يكون في الإسلام. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن مسعود علمني يا رسول الله. قال إنك فتى معلم. So he asked رسول الله, teach me رسول الله. I need to learn. He says you already able to learn. This is فراسة النبي عليه الصلاة والسلام. He will look in the future. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بعد أن حسن إسلامه ودخل الإسلام واكتسب الإسلام, after he preferred the Islam and became Muslim, he says أخذت من رسول الله, من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. He take from the mouth of Rasulullah صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. No one even can make a competition with me. أعلم أعرف أو أعرف أين نزلت ومتى نزلت ولما نزلت. أعرف حلالها أو حلالها وحرامها. He knows everything about the 70 سورة. How many سورة in the Quran? 114. ما شاء الله. كلكم ذاكرينها. 114, if you take 70 surah from mouth of Rasulullah, but it's not قل هو الله أحد, brother. No, the big surah. Start with the Baqarah and the Ma'idah and Nisa and Al-Imran, all this big surah. 70 surah from the mouth of Rasulullah. He's the only the Sahabi. Rasulullah asked him, recite the Quran. قال اقرأ علي يا عبد الله. عبد الله بن مسعود. قال يا رسول الله أقرأه وهو أنزل عليك. Did I recite the Quran for you and the Quran already revealed to you? قال أحب أن أسمعه من غيري. رسول الله, he loved to hear this from
somebody else. Inshallah, when you come to this point, inshallah, we're talking about Abdullah ibn Mas'ud. الحقيقة أنا كاتب نقط صغيرة جدا في قصة بعض الصحابة زي ما قلنا عبد الله بن مسعود إن شاء الله نتعرض له يعني وسعد بن معاذ إن شاء الله وجليبيب لأن الله ربي يريد أنه جليبيب وأوس القرنين إن شاء الله رضي الله عنهم أجمعين إن شاء الله وجعلنا معهم في الجنة. عبد الله بن مسعود dear brother in Islam, the first day learn the Quran, learn from Rasulullah. Every day you come to Rasulullah before he don't know anything. Now he's Muslim. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان القرآن حق. The reality, the Quran, the Holy Quran is reality, the word of Allah, he says yes. قال يا رسول الله أحب أن يسمعه هؤلاء الكفار. I love these kafir people, you hear that. He's very skinny, سبحان الله. يعني له موقف جميل جدا كلنا عارفينه يعني سبحان الله. He have beautiful situation. الحديث صحيح يعني also. لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن يصعد جبل الأمين الشجر التمر نخلة yeah, palm tree نعم إن هو يعني يكلايم the palm tree to get some dirt فكان في ريح wind فكشف عن ساقيه so the wind he showing the feet سبحان الله فالصحابة start laughing from his skinny feet فيقول رسول صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود والذي نفس محمد بيده أن قدم أبو عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. He laughing from this skinny feet from عبد الله بن مسعود. He swear day of judgment his feet in the scale of the day of judgment scale heavy more than mountain of أحد. This is عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. So he need to go in the Kaaba between all the kafir people and he start reciting Quran loudly. أصر إن هو يقرأ القرآن القرآن الكريم ويسمعه للكفار فبدأ يقرأ القرآن في 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 صحن الكعبة he start in the Kaaba and he start loudly reciting Quran the people looking to each other who's this nobody knows him sheep راعي أغنام ما حدش يعرف young man فقالوا هذا واحد من أصحاب محمد this is the one of the أصحاب محمد he repeat the word of محمد Quran. And he started hate him. ضربوه. وهو ضعيف البنية سبحان الله. ضربوه حتى تخضب جسمه. يعني تغير لونه للون الأحمر من كتر الدم. وركبوا عليه فلا يبقى منه نفس. يعني start hate him hard until his color changed to blood. Red. And he started jumping in him until he passed out. لم ينقذه إلا أبو بكر الصديق أخرجه من تحتهم يعني جذبوا كده فلما أفاق قال ما حدث قالوا أنا قلت لك نبهتك أنت لا لك قبيلة تحميك ولا عندك عضلات تحمي نفسك يعني بتعرض نفسك للتهلكة لما يا أخي قال والله لا أفعلنها الغدا he swear he will do it next day and he did it and he hit him again سبحان الله هم اثنين من الصحابة two from the company رسول الله صلى الله عليه وسلم did this one عبد الله بن مسعود and the second عارفين اسمه ايه؟ ابو ذر الغفاري ابو ذر الغفاري he did the same thing ask رسول الله if this reality I need to go out and let the people hear the Quran and when he go outside start kafir people hit him hard until he going to die almost going to die ما انقذه الا ابو سفيان ولم يكن على الاسلام كان في الكفر انذاك so the one he saved ابو ذر رضي الله عنه وارضاه ابو سفيان he was kafir this time he not muslim yet قال أتعلمون من هذا؟ هذا من قبيلة غفار قطاع طرق the people he came in between the desert and he hold up so leave him alone otherwise أبو سفيان التاجر الكبير زعيم التجارة فخايف على التجارة سبوه اتركوه فأنقذه dear brother in Islam عبد الله بن مسعود خرج للكفار ليسمعهم كلمة الحق كم منا ونحن نعيش في بلد الكفر كم منا أسمع غير المسلمين كلمة حق. How many one of us when living here in this country, not Muslim country, to let the people non-Muslim you hear the word of reality. You hear the Quran. Establish, explain the Quran or the Islam for the kafir people. How many? How many one of us as the Muslim people, you know the difference between haram and the halal, lawful and unlawful. How many?
lot of Muslim people, you don't know the difference between haram and the halal. I'm not talking about hadith wa baynahuma mutashabihat or the Quran. I need to focus about sometimes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned something. The first thing Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned to the Jewish people. لما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود قال لعن الله اليهود ملعونين على لسان في القرآن على لسان داود وسليمان مش كده أنا وإن عيسى داود وعيسى حرمت عليهم الشحوم الله سبحانه وتعالى making the fat stuff حرام forbidden in the Quran for Jewish people فأذابوها وجمدوها وبعوها وأكلوا بثمنها وقالوا نأكل حلالا سبحان الله العظيم وبحمده وأكلوا ثمنها يعني اشتروا بالثمن بتاعها وقالوا ده حلال أنا مش هقارن دلوقتي ولا هقول الجماعة اللي بيبيعوا so and so هنا right now and when I mention and the people got upset a lot of Muslim people you sell حرام forbidden merchandise وياخدوا فلوسها ولا يعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه if Allah سبحانه وتعالى said this is forbidden That means the price of this one is haram. إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنْ أخذ بضاعة محرمة أنا مش عايز أقول سجاير, سيجرت أو alcohol or liquor. No, I'm not gonna mention anything. This is not halal, right? You sell it and you take the money and you buy halal food, fruit or vegetable or whatever, and you eat and you says, I eat halal, alhamdulillah, hey, my food is halal. No, your brother. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned this يعني, clearly in the hadith. إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنُ Haram. A lot of people are asking about the big khanzir. Allah said in the Quran, حُرِّمْ عَلَيْكُمْ إِيه؟ اللحوم. لحوم الخ... لا, لحم الخنزير. But he didn't say haram to sell it. I know the Quran didn't say that, but Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that. The Quran says, أَقِيمُ الصَّلَاةِ Did he tell you how many rak'ah? How you making wudu? He didn't say that. But Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي Pray like to see me, right? إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنُ Anything haram, don't take it the way halal and you make it during this halal, make haram or the opposite. To make the haram and you play like the Jewish people did, أخذوا الشحوم اللي محرمة عليهم سيحوها وجمدوها وقطعوها وعلبوها شكلها جميل قوي وباعوها وبعد ما خدوا الفلوس كانوا بيها حلال ونحن ناكل حلال That's not a way Remember the story of the Jewish people in the Quran It mentioned this in the Quran What he says أصحاب السبت جزاك الله خير يا دكتور أصحاب السبت ممنوع انك تيجي في اليوم السبت وتصطاد وسبحان الله في اليوم السبت ده السمك بيطلع نص راسه بره كده يعني in the day of the Saturday Allah said the Jewish people do not working do not fishing and the Saturday subhanallah the fish everywhere you can see the half of the fish outside the ocean or فعملوا ايه احتالوا على الله سبحانه وتعالى حفروا حفرة المية تنزل يوم السمكة لما تنزل تحت ما تعرفش تطلع تاني he making like it's not net he's making حيلة يعني The way to make him dig and the water coming in. The fish you going inside the hole and you cannot go back. And next day you take it. وفي رواية أخرى أنه عقرها يعني ربطها ربط السمكة وسابها في المية. واليوم الثاني خدها. The next day he tied it by the slot. A lot of fish. And he tied some whatever and next day you take it and he يعني he, هل يخدعون المولى عز وجل؟ لا يمكن. يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب. الكلب, the dog, the price of the dog is haram, forbidden. A lot of Muslims don't know that. The people you working with the pets, P-E-T-S. You're selling cat, you're selling bird, you're selling fish. الكلب حرام, ثمنه. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم ثمن الكلب. بيع وشراء. Don't trade in with a dog. Accept, exception, استثناء. كلب الصيد وكلب الحراسة. This is two Exception, when you buy dog to make in guard in your backyard or in your factory or your whatever. And the another one, the one we use it when to go to hunting. So this is exception for the dog. Number three, حرم الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتب الفحل. عتب الفحل في الأرياف عندنا
اي اكسبلين انجلش ان شاء الله. عتب الفحل يا اخواننا في الارياف عندنا تلاقي واحد عنده بقره ما شاء الله او عنده جمل او عنده دابه يعني قويه كده ما شاء الله فيها من الرجوله والذكوره ما يلفت نظرك يعني، وجاره عنده انثى فعايزين يجيبوا سلاله طيبه، فيقول له تعالى هات الذكر بتاعك خليه يعني يعاشر الانثى ولما يجي النسل بتاعها هيجي نسل قوي. ده طبيعي جدا يعني. It's very normal in our village, dear brother in Islam. You find the one you have animal like camel or horse or sheep, or very strong, completely male, yeah, not female. And the neighbor you have female, so you can make it together. You make it mu'ashara, yani you make it six, and you got new generation, very strong generation. Rasulullah said, if this guy, he take money, haram money. يبقى عتب الفحل حرام. Do not take money. Because you let your camel or your horse, you go to your neighbor and you make a new generation. No, this is haram. A lot of people in our country, or the Islamic country, you do the same thing and you take money. والله عاملينها مهنة. يربوا الذكورة عشان يعاشروا وياخدوا منهم فلوس. هذا حرام. It is forbidden. أيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. This is, we're talking about haram and the halal. I know it's not our issue, but as we hear Abdullah ibn Mas'ud start to know what the difference between halal and haram, you have to at least know something from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nikah, zawaj, married, al-shigar. هو في اللغة العربية الشغار يعني شغر الكلب بمعنى أنه رفع رجله ليتبول. When he dog left his leg, he pee, that's called shigar. ومعنى نكاح الشغار ان انت تيجي تقول لي ايه جوزني بنتك وانا جوزك بنتي او اختك وانا جوزك اختي او نتجوز مثلا ان انت لك ولاية عليها يعني كنت تحت ولايتك خلينا في بنتي وبنتك اديني بنتك وانا جوزك بنتي. فذهب رجل غني ليتزوج من ابنة رجل فقير فالرجل الفقير رفض يعني لا 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 لا, لا. ما ينفع. So the one is very rich person and the other one is poor. So the rich one, he said to the poor one, I need to marry your daughter. He said, no, no. فأغراه. قال له, وأزوجك ابنتي. I will let you marry my daughter. So the poor one, when he hear, he gonna marry the daughter of the rich guy, طمع. So he said, okay. شرط الزواج هنا, the condition of the نكاح in this situation, no صداق. Dowry, no dowry. I married your daughter and you married my daughter but no صداق. لذلك يسموه شغار لأنه رفع عنه الصدق الصداق أو المهر. هذا حرام لأن العلماء قالوا بعد ما هيخشوا على مرحلة الزواج والقبول والإجاب after you making the processing for نكاح he will say this is نكاح is forbidden حرام. This you call نكاح الشغار. نكاح الشغار حرام لأن زي ما قلنا مفيش تساوي. الفقير رفض أن يزوج ابنته للغني حتى أغراه بقال له قال له أزوجك بنتي. طيب هنيجي هنا نقول هذا النكاح حرام. This is the نكاح is حرام. You cannot do that. You cannot marry my daughter and I married your daughter and no صداق. No dowry. You have to pay dowry. The rich people, the one he is rich, easy. He paid the dowry because he's rich, right? في الحالة دي هيرجعوا يشوفوا زواج المثل أو صداق المثل. اللي إيه هو صداق المثل؟ يبصوا للبنت الفقيرة دي بنت عمها بنت خالتها اللي هي في مستواها بيدفع لها مهر قد إيه؟ $1,000 خلاص. اللي غني جدا سهل جدا يدفع $1,000. It's very easy for rich people you pay the dowry for the poor lady. But when you look on the other side, the poor man he can marry the rich daughter of the rich man and he pay صداق المثل. He can build a dowry like her cousin, solitaire and the diamond and a million and a million. No, you cannot. In this situation, the man, rich man, you're going to take the poor and the poor, you cannot take the other. This is the purpose from the scholar said. Probably, when you focus about any rules of the Islam, haram, forbidden, or halal, you have purpose. يعني بصوا ما بين السطور زي ما بيقولوا واعرف غاية التحريم. غاية التحريم. فقلنا ثمن الكلب حرام وقلنا إن عتاب الفحل حرام وقلنا أن نكاح الشغار حرام. I think you understand now what's haram and what's halal.
سيدنا عبد الله بن مسعود باك تو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه حامل سواك رسول الله حامل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود he was going to رسول الله صلى الله عليه وسلم and he carried right away behind رسول الله he carried the shoes and he put it in his سبحان الله and the swag and everything رسول الله and the عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم he carry everything رسول الله going behind him كانوا يقولون نرى عبد الله بن مسعود وهو داخل بيت رسول الله نحسبه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم When Abdullah ibn Mas'ud, you go inside the house of Rasulullah, in, out. Allah, Rasulullah gave him permission, in, out, in, out. We're thinking he's one of the Ali Rasulullah, the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And remember, Abdullah ibn Mas'ud is very tiny body. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, adda al-hijratayn, he make emigrate twice. One time to the Habasha and one time to the Medina. Was Rasulullah صلى الله عليه وسلم وله مواقف عظيمة بخلاف أنه أخذ من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وأنه يعلم حلها وحرامها وأنه كما ذكرنا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل عليه فليسمعه من هذا ابن أم عبد If you want to hear, Rasulullah said that, if you want to hear the Quran very fresh, And natural, like Allah revealed it to me, hear it from this guy, Abdullah ibn Mas'ud. ويوم دخل هو وعمر وابو بكر رضي الله عنهما إلى المسجد وفي وقت قبل الغروب يعني كان دارك ليل بعد دارك. فسأل رسول الله من هناك في نهاية المسجد واحد يصلي من هذا وهو رسول يراه يعني. فقال له صحابين أصحابه هذا عبد الله ابن مسعود. فوجد عبد الله بن مسعود بعد أن أتم صلاته رفع يده ويدعو الله سبحانه وتعالى After he finished the salah he raised his hand and he making دعاء ومن جانب الآخر من المسجد يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سل تعطى يا ابن سل تعطى يعني أصبح الدعاء مستجاب سل تعطى يا ابن أم عبد دي الكنية بتاعته النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له سل تعطى Ask Allah he will give you That's why Abdullah ibn Mas'ud, he was mustajab al-du'a. His du'a acceptable 100%. Before you continuous, and you go inshallah to Sa'd ibn Mu'az, I need to remind you something. One day Abdullah ibn Mas'ud, he making tawaf in the Kaaba. فَسَرَقُوا أَمْوَالُهُ One of the people, he steal his wallet, his money. فَقَالُوا لَهُ يَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْتَ صَحَبِيَ جَلِيلُ وَدُعَاك مستجاب. دَعَى لَكَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله make دعاء for you your دعاء acceptable make دعاء against the people stealing your money فرفع يديه في الكعبة inside the كعبة he making دعاء against the one he take his money فيقول يا ربي إن أخذها على إنه محترس سرقة يعني he's professional he's stealing all the time oh Allah give him repent توبة توبة عليه وإن أخذها في حاجة إلى المال فبارك له فيه but if he take my money because he need it Give him blessing, barakah, and this is my money. Where is that? من اليوم يهان ويرد الإهانة بإحسان. زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل من قطعك واعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. والله ثلاثة في منتهى الصعوبة. Very difficult to do it. But رسول الله said, we have to try, صلى الله عليه وسلم. We have to try. And give the one he didn't give you, he refused to give you. Give him. Subhanallah. And the one disconnected with you, go make communication and went to his house. Even brother or sister or family or friend. It's very difficult. And he be bad with you and he be good with him. أحسن إلى من أساء إليك. This is a real Muslim, dear brother in Islam. يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم استقرئ القرآن من أربعة. When you read the Quran from four. Abdullah ibn Mas'ud number one. Salim, مولى حذيفة. Ubay ibn Ka'b, Mu'az ibn Jabal. This is the four. If you need to read the Quran, as Rasulullah said, take it from this book. I know the time going fast. I was really need to talk about Abdullah ibn Mas'ud in the day of Badr. بس الحياة هياخد وقت يعني you're gonna take time. فإن شاء الله we try to do this in next time. إن شاء الله. قطرة من فيض وجودك تملأ الأرض ريا ونظرة من عطف المولى عز وجل رضاك تجعل الكافر وليا
الله سبحانه وتعالى is very generous, كريم. If he looked to any kafir, you're gonna transfer him to wali, not only regular Muslim, wali. And if he send the raining, he will be enough for the whole world. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لا تدخلوا قرية إلا إذا كان فيها إثنان. Do not enter any village except to make sure you have two person there. Number one, doctor. Number two, scholar. So المعنى الآخر بالنهي أنا قلته بالإيجاب لكن هو قادم بالنهي. لا تدخلوا قرية ليس فيها عالم ولا طبيب. Do not enter any village. You have no scholar, no doctor inside it. Divided our society right now. How many Muslim in our society? 5,000 Muslim. Example. 5,000 Muslim. How many doctor you need? How many scholar you need? And divide. Name it. Name it right now. How many scholar we have? Islamic scholar. And how many Muslim doctor? It's not enough. We need more. That's why I said, dear brother in Islam, focus with your brother, I mean your generation, your daughter, your son, to make him real Muslim. The society need him. We pay money for foreign, what do you call, you told special school, yeah, madaris al-khassa, بسموها كده? Private school, jazakallah khair. We pay a lot of money for private school, but we do not pay enough money for the Islamic school. Islamic school, we need to care of the, wallahi, I hear it from, mashallah, biggest scholar. He says, every one of us, when you ask your son, when you grow up, what do you want to be? I'll be a doctor. And the girl is, I'll be muzi'a, you know, good journalist or TV program presentation, like that. And he asked the other one, oh, I need to be a doctor. Why? Be rich. That's the only one he means? Okay. The other one, I need to be engineering. Lawyer, I did this and this. No one said I be scholar, alim. In 1940 something in Egypt, when you got the boy blind, send him to the Azhar, right? Sheikh Kishki rahimahullah. He said if he came blind, a'ma, wadul Azhar. Do you have any handicapped stuff you cannot see, cannot? Send him to the Azhar, memorize Quran. And subhanallah, ni'mat al-basar lama btitakhid qudra ghir adiyya. لأن 60% من نعمة البصر بتبعد الفتنة عن القلب. يعني الأعمى عنده حماية أكثر من 60% والباقي للسمع والشم واللمس وغيره. So this is the protection when you lose his eyes, subhanAllah. كان الشيخ كشكي رحمه الله, everybody knows الشيخ كشكي, scholar in Egypt, ما شاء الله. كان يقف وهو كان منبار أو مبراس نور. The time was dark everywhere as a scholar, as a علم, as a knowledge. He was, mashallah, light in Egypt, everywhere. كان يقف على المنبر وهو جهور, talking loudly. سبحان الله. يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. The Allah سبحانه وتعالى and the angel he prays salah in the first line. وبعدين يجي يدعي في نهاية الخطبة يقول اللهم بارك في الصف الثاني والثالث. يخلص الصلاة يقول يا أخي يا دكتور يا شيخ why don't make الدعاء? You said رسول الله make الدعاء to the first line and you make الدعاء to the second and the third. ما دعيتش للصف الاول دعيت للثاني والثالث قال لهم الصف الاولاني كلهم بوليس جايين يقبضوا عليا ادعوا لهم ازاي دول مخابرات جايين يارست مي ذيس از كابس اف بي اي سبحان الله كان عنده فطره وسبحان الله غريزه غريبه يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي الله الله في اصحابي فلو ان احدكم تصدق لو ان احدكم تصدق بمثل احد احد جبل احد ذهبا ما ساوى مده ولا نصيفه. This is حديث in the Bukhari. If any one of you make صدقة, صدقة, I need to mention one more time. The biggest scholar in Egypt and in Saudi Arabia both agree. If you have no money enough as a صدقة to concern about the Muslim student, طلبة الإسلام, the one you learn the Quran and the Hadith, and you will be real Muslim, even in our society, non-Muslim society, give him from the money of zakah. This is fatwa masmu'a, ليس مقروء. Give him the money of zakah and tell him the condition you have to be real Muslim. يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم, if you spend gold like mountain of Ahad, you do not be equal with any one of the company of Rasulullah, even mud, this qadri, the mud or nasifu, or have it. So the Sahaba, adul, how value the Sahaba was,
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كين ذكرهم الذكر بتاعهم جاء في القرآن وفي كتب السماوية. For all the holy book came رسول الله and his companion. وكما يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختارني ربي واختار أصحابي. أو معنى أصح الحديث الآخر نظر الله إلى قلوب العباد فاختار محمد صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى قلوب العباد فاختار أصحابي. The hadith meaning Allah look in the heart of the people and he chose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to be the khatam al-anbiya, the last prophet. And he looking in all the prophet in the heart of the people and he chose his companion with him. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ashabi shayn. Muhammadun. The Quran nadiran ma zakara name of Rasulullah. Nadir, little. Muhammadun Rasulullah. Wal-lazina ma'ahu. Ashidda'u ala al-kuffar, ruhama'u baynahum. Tarahum. ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. سبحان الله. Look in how Allah سبحانه وتعالى prescribed the companion in the Quran between each other very soft and mercy but and between the Muslim and the kafir very tough. And when you look in his face light. I'm not saying dark or black or white or red or yellow, light. You find his face light. Imam Hassan al-Basri رضي الله عنه وارضاه, he was dark skin brother. Like our Saudi, Yemen, this area, our Egypt, the dark skin is not too dark, but this color. In the morning after he finished his zikr, you go out, his face light. يقولون يا إمام, إيه الغير لونك? Do you change your color? He says, Subhanallah, خلوت بربي. خلوت بربي, I said myself with Allah سبحانه وتعالى, the light of Allah, Allah نور السماوات والأرض, the light of Allah came in reaction in my face. كم واحد منا بيخلو بربه? How many one of us, he isolate himself with Allah سبحانه وتعالى, he need light. This is the light of the Fajr time, dear brother in Islam. إن قرآن الفجر كان مشهودا, صلاة الفجر. This is قرآن الفجر, صلاة الفجر. مشهودا, witness from the angels. So, keep, save the light. The day 50,000 years darkness. You need the light from now, dear brother in Islam. Abdullah ibn Mas'ud, when he end of the life, كان سكرات الموت في عهد سيدنا عثمان بن عفان الحيي الكريم ذو النورين. عثمان بن عفان is a khalifa at this time. He went to visit Abdullah ibn Mas'ud في مرض الموت. I'm talking about Abdullah ibn Mas'ud, the end of the life, but we do not finish everything about his life. Inshallah, we continue. دخل على عبد الله بن مسعود وهو في سكرات الموت قال يا عبد الله مما تشكو. Complain what? What do you complain? قال أشكو ذنوبي. He complain his sins, mistakes. عبد الله بن مسعود, the one رسول الله صلى الله عليه وسلم mimic شهادة. His dua is acceptable. He one of the people of the paradise, not from the ten. He's another موقع يعني. سبحان الله. عبد الله بن مسعود اللي أخذ من فم الرسول 70 سورة لا ينزعني فيها أحد. عبد الله بن مسعود اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه قدم عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل. Heavy more than the mountain of Uhud. Day of judgment. He complained his mistakes and his sins. أشكو ذنوبي. قال وما ترجو. What do you want? رحمة ربي. The mercy of Allah سبحانه وتعالى. خليفة المسلمين عثمان بن عفان قال يا عبد الله لديك ثلاث بنات. You have three girls. You don't married yet. Let me give you some food stamp ولا welfare. You know, opposite Islamic way. نجيب لك من بيت المال يعني ساعدك. قال يا أمير المؤمنين لست في حاجة إلى مال المسلمين. I don't need any money from Muslim people. Why? You have three girls. You don't married yet. He says علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الواقعة فعلمتها لبناتي. I teach my girls سورة الواقعة. من قرأ سورة الواقعة لا يرى فقر فاقة أبدا. Never he saw you be poor as much you read سورة الواقعة. ناهيك عن قوة الحديث أو ضعفه, خذ العبرة كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الموت. How the companion of رسول الله صلى الله عليه وسلم waiting for the death. Now when you're talking about the death or you open any حلقة, درس, lecture or you're talking about the death, the mouth, يا أخي غير الموضوع يا أخي. Please change the subject. Talk about the paradise. Talking about the Hur al-Ain. Make us happy. Come on. Nabi alayhi salam, you akthiru min zikr hadim al-lazat.
making as much you can remember, remind yourself by this to be ready. Sayyidina Bilal قال إيه لما مراته قالت وها مصيبتا he going to die and his wife say oh my calamity whatever it is قال لا تقول هذا قولي وفرحتا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. This is the companion of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. How you waiting? How you waiting for the death? سعد بن أبي معاذ رضي الله عنه وأرضاه. إن شاء الله next week إن شاء الله we will talking about سعد بن أبي معاذ. يهتز له عرش الرحمن. The throne of Rahman is shaking. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تشيعه 70,000 ملك. When he died, 70,000 angels came special to funeral of سعد. وكان ضخم. Very huge body. يقول الصحابة والله يا رسول الله كنا شايين هم حمله. How are you gonna carry this body? But you find it very light. رسول الله said the angel he carry with you. صلى الله عليه وسلم. لكل قبر ضمة أو ضغطة لو نجا منها لنجا سعد بن معاذ. Each one you go in the grave, he will squeeze him. The Muslim people he release right away. But the kafir he squeeze, he squeeze. حتى ينزل أول قطرة رضعها من ثدي أمه. I don't know where this coming from, yeah, subhanAllah. But the Muslim, he released right away. Even Sa'd ibn Mu'az. الَّذِي اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ صلى الله عليه سيدنا محمد. Dear brother in Islam, we need to learn how to love Sahaba of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. We need to learn, dear brother in Islam, how you know him first. Because you cannot love anyone you don't know him. You have to come close to Sahaba of Rasulullah and then we talk. Inshallah, next week we complete Abdullah ibn Mas'ud and we're talking about Sa'd ibn Mu'az, inshallah, if we're still surviving, and Julaybib and Aus al-Qarni. Jazakum Allah khair wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for everybody came here. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruman. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر المسلمين يا رب العالمين أجمعين وانصر المجاهدين في جميع أنحاء الأرض يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر واجعلنا من الراشدين اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود أسألك يا رب عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فآخر دعوان الحمد لله يا رب العالمين.